كان تايه ويمكن لحد دلوقتي، بس في شوية حاجات معالمها بدأت تبان. كان دايما بيسأل نفسه، أنا مين؟ أنا بعمل إيه هنا؟ ليه ربنا خلاني وبس فيا الروح؟ وكان أكتر سؤال بيعذبه، أنا إيه؟ أنا إيه بالنسبة للناس؟ هل الناس بيحبوني؟ بيكرهوني؟ وعشان كده كان دايما بيحاول يعمل أي حاجة ترضيهم، يعمل اللي يضحكهم، يعمل اللي يخليهم يحترموه، يعمل اللي يخليهم يعجبوا بيه. بس كل حاجة كانت بتنتهي بالفشل. كلاكيت أول مرة حاول يبقى الإنسان المشاغب، كل حصة دراسات اجتماعية يطرد بره الفصل علشان بيقعد يتريق على حاجات الأستاذ بتاعه بيقولها زي القلعة مثلا، ويقعد يستخبى ورا الباب ويخض البنات اللي معاه، ويقعد يضرب صحابه بأساتك وورق. بس فشل برضه، نقل مدرسة وعزل، وقرر ان هو يستغل الفرصة دي علشان يغير وجهة النظر الناس فيه، ناس جديدة لسه ما تعرفهوش، هيحاول يكسبهم بأي طريق. قرر ان هو يبقى الإنسان الدحيح، بقى بيذاكر وبيجيب درجات عالية، بس فشل برضه. علشان كان في قافلة صومالية جت ساعتها المدرسة عندهم، وكان كل فصل في المدرسة كانوا بيتريقوا عليهم علشان لون بشرتهم مختلف. هو ما كانش عاجبه الحوار ده، كان شايف انه غلط جدا. قرر ان هو يدافع عنهم، وفعلا دافع عنهم وخسر كل الناس اللي هو كان بيحاول يكسبهم، حتى ما كانش هيكسبهم من الضحك. فقرر هو واخوه ان هو هيقول لباباه ومامته ان هو عايز يرجع المدرسة اللي هو كان فيها، وفعلا قال لهم وقالوا بس تجيب درجات عالية. فعلا جاب درجات عالية ورجع المدرسة اللي هو كان فيها. رجع علشان صحابه اللي معرفش يعملهم قبل كده، معرفش يعملهم، طلعوا كلهم هناك في المدرسة اللي هو كان فيها، وطلعوا كلهم كانوا بيحبوه هناك، بس هو ما كانش ملاحظ ده. رجع علشان البنت اللي كان بيحبها كانت هناك، وقرر ان هو اول ما يرجع المدرسة هيقول لها في السنة دي ان هو بيحبها، هيبين لها، هيعمل لها اي حاجة عشان يبين لها. وفعلا رجع المدرسة، وفي وسط الطريق اكتشف ان هو بيعرف يكتب شعر. قرر ان هو يستغل الموهبة دي علشان يكسب قلبها بأي طريق، محاولات بائسة يعني. وبدأ يسمع كاظم الساهر ويرى نزار قباني، بيقعد يقلد حاجات ليهم بنفس الطريقة يعني، بس عملته بلوك وديليت في الآخر. كان مكسور جدا ساعتها، ما كانش عارف يعمل ايه، كان فاكر ان الدنيا وقفت خلاص. بس السنة عدت ودخل أولى ثانوي، واحدة معاه في الفصل قالت له ما تجرب تقدم الحاجات اللي انت بتكتبها دي للمجلة. وفعلا قدم الحاجات اللي هو بيكتبها للمجلة، وبعد فترة مش كبيرة يعني ردوا عليه قالوا له ممكن تنشر في شهر من الأشهر الجاي، ما هي كانت مجلة شهرية يعني. قرر ان هو يتمسك بالحلم ده، حس ان هو لو لأول مرة في حياته انه بيعمل حاجة علشان هو مش علشان الناس، مش بيحاول يرضي الناس بيها. وفعلا كل اسبوع واسبوعين كان بيقعد يبعت لهم ايميل، ها هتتنشر امتى، ها هتتنشر امتى. فضل كده 4 شهور لحد ما اتنشرت اول قصيدة ليه في جولاي 2010. بعد كده بعد ما هو اتمسك بالحلم خلاص، فضل يبعت لهم حاجات، وحضر اول اجتماع ليه في فبراير 2011، ولقى ناس كتير قده واصغر منه وناس اكبر منه كمان. بعد كده عدت السنين ولقى نفسه بيكسب صحاب جديدة في المجلة، ولقوهم بيحترموه وبيقدروه. ملاحظش الحوار ده ساعتها عشان هو كان مهتم باللي هو بيعمله، بيشبع اللي هو موهبة الكتابة عنده، بيحاول يستغلها بأي طريق. دخل الجامعة ودخل منظمة عالمية شبابية كده هو كان عايز يخشها، كانت حلم من أحلامه برضو.
كانت حلم من احلامه، علشان هو كان فاكر انها تغير شخصيته برضه، كان لسه متمسك بالحوار شويه. وفعلا دخل وادوا لكل واحد جواب في المؤتمر اللي هو حضره، اللي كانوا بيفهموا فيه ازاي الناس المنظمة دي يعني، وازاي يشتغلوا فيها ويبقوا جزء منها ويفهموا التاريخ بتاعها. ادوا لكل واحد جواب وقالوا لهم اكتبوا فيها احلامكم اللي انتوا عايزين تحققوها في خلال الفترة الجاية، كانت من سنة لخمس سنين تقريبا. وفعلا كتب كل احلامه اللي هو عايز يحققها، حفظ كل كلمة فيها، كل حرف، حفظ كل حلم، ما انساش ولا حاجة. وبعد كده من 4 أو 6 أشهر تقريبا، عارف ان المجلة اللي عايش بيحقق فيها احلامه وبيبني عليها احلام كتيرة قوي على اساس انها لسه هتفضل موجودة، هتقفل. كان مصدوم، ما كانش عارف هيعمل ايه. طب انا الاحلام اللي بنيتها على اساس ان المجلة دي هتبقى موجودة هتروح فين دلوقتي؟ هلاقي اساس منين تاني ابني عليه احلام جديدة؟ بس لاحظ حاجة ساعتها، لاحظ ان هو كل السنين اللي فاتت اللي كان بيحاول يرضي بيها الناس ما كانش المفروض يعمل كده، ما كانش المفروض يمشي ورا الستيريوتايب ان الناس الناجحة هم الاجتماعيين بس، ما كانش المفروض يمشي ورا فكرة ان الانطوائيين هيعيشوا ويموتوا لوحدهم. كل الحاجات دي كانت مترسخة فيه من هو صغير، وكان ماشي في حياته على اساسها، وكان بيتعذب كل يوم بسببها، ما كانش بيعرف ينام، كان بيقعد يفكر فيها. الجواب اللي هو كان كتبه، حلم ان هو يبقى فيه البوتري كلاب هات بتاع المجلة، وبقى حلم ان هو يخش المنظمة العالمية دي، ودخل وبقى جزء منها. فضل قعد فيها 5 شهور ما اخدش الجواب، بس فضل فاكر كل حاجة. حلم ان هو هيلاقي كومنتس من الناس على الفيسبوك وكده على صفحة المجلة ان حياته عاجباهم، وان هم عايزين يقروا كمان حاجات ليه شوية كمان. وفعلا ولقى ناس بتكتب له حاجات كتير، كان مبسوط جدا. حلم ان هو يبقى واقف هنا النهاردة، واقف اهو. الأحلام اللي هو حققها هتبقى مجرد أهداف هو وصل لها علشان يحقق حلمه الكبير، إن هو ينفلونس أكبر عدد من الناس من خلال كتاباته. ما تخافوش، أنتوا مش لوحدكم. الفكرة منها والخوف منها بيخليكوا تبقوا لوحدكم. اطلعوا بره وجربوا وعيشوا، احلموا بس.